كل سنة وانت وكلام طيب. حضرتك كلام الله يخليك. مثمر جدا، الله وان شاء الله نلتقي من جديد. سيد محمد صادق الناقد الرياضي الكبير بالاخبار. بشكرك شكرا جدا جزيلا. شكرا جدا ونورتني وشرفتني. يعني كانت حلقه دسمه جدا مع المحلل الاداء ايمن محمد ومع الاستاذ الكبير الاستاذ محمد صادق الناقد الرياضي الكبير بالاخبار. استمتعت بيهم بصراحه واتكلمنا في حاجات مهمه جدا بالنسبه لحضراتكم. باكد وبعيد تاني ان لو اتحاد الكوره اجل مباراه من منطلق ان نادي الزمالك هو الممثل الوحيد لمصر في افريقيا، انا معترض جدا ان احنا نادي الزمالك نادي في مصر لازم ناجل له مباراه علشان هو يستريح عشان يؤدي في الاول وفي الاخر هو شكل مصر، لكن الممثل الوحيد لافريقيا لا، تحطوا نسر الاهلي لوجو للدوري العام. تصبحوا على خير.